بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا رب العالمين. أسس طفلك في اللغة الإنجليزية من الصفر إلى الاحتراف مجانا. إن شاء الله بإذن الله هنبدأ مع بعض كورس تأسيس إنجليزي للأطفال. من خلال الكورس ده أي مشكلة في القراءة هتعرف تحلها تماما مع طفلك. وأول حاجة عايزين نتعرف عليها أقسام الحروف. طول عمرنا بنسمع عن كابيتال وسمول. طبعا الحروف الكابيتال اللي هي الحروف الكبيرة زي ما احنا شايفين شكلها كده، أما الحروف سمول اللي هي الصغيرة. احنا يهمنا الشكلين علشان نعرفهم، وبالأخص الشكل التاني اللي هو السمول. هناخد الاتنين مع بعض بالتفصيل، كل واحدة مع واحدة. عايزك كمان تعرف ان في حاجة اسمها الحروف المتحركة. ايه الحروف المتحركة دي؟ احنا سميناها متحركة علشان ما هياش ثابتة في النطق. يعني مثلا الاولاني حرف ايه، فده ممكن تلاقيه اتنطق فتحة، ممكن تلاقيه كسرة، ممكن تلاقيه ضمة، يعني ممكن نلاقيه ا اي او ها وهكذا، اي ا ده يتنطق او اه. فكل حرف منهم ملوش قاعدة معينة في النطق، علشان كده سميناهم متحركين، يعني ممكن نلاقيهم مرة كده ومرة كده. وهنقول خصائص كل حرف بالتفصيل في البقية. وطبعا الجزء الثاني هو الحروف الساكنة، وطبعا دي بقى اللي هي ايه، اللي هي بتتشكل حسب اللي بعدها. يعني لو بعدها مثلا البي، لو بعدها مفتوح اقول با، بعدها مكسور اقول بي، بعدها مضموم اقول بو، وهكذا. تمام. طيب علشان كده اول حاجة لازم تعرفها في موضوع القراءة او الهجائية الانجليزية انك انت تعرف حاجة اسمها حروف الفتح وحروف الكسر وحروف الضم. نبدأ اولا بحروف الفتح. ايه هي حروف الفتح؟ طبعا رسم لي ثلاث حروف اللي هما الاي واليو والاو. طب ده ضم وده لا، التلاتة ينفعوا فتح، التلاتة ينفعوا فتح. وهدي لك امثلة. لو بصينا على التلات كلمات اللي قدامنا، الكلمة الاولى كار، ادي الاي اتنطق فتحة عادية كار. طب وحرف اليو قلت كات، برضو اتنطق فتحة، يعني ده فتحة وده كمان فتحة. طب وحرف الاو قلت كم، لا كم، بمعنى يأتي. يبقى التلاتة ينفعوا فتحة. طيب وحروف الكسر بقى تطلع ايه؟ اكيد حروف الكسر مختلفة. ايوة بالفعل مختلفة، هي حرف الاي اي اي اي، وحرف الاي اي، وبرضو يتنطق اي برضو وسط الكلام. هنفرق ما بين كل واحد في اول الكلام ايه وفي نص الكلام ايه، بس في اللي جاي يعني، وفي الفيديو ده برضو. وحرف الواي اللي بيتنطق ي ي ي، فده كله ايه؟ كسرة. تعالوا نشوف، شوف الكلمات اللي قدامنا. بين، كسرة اهو الاي ها كسرة. بين، قلم، بين نفس الصوت كسرة برضو بين، بس دي دبوس، يعني دي قلم بالاي لكن بالاي دبوس. المهم ان هي كسرة برضو. وممكن ميلك برضو مثلا لبن، عشان كلمات انتوا عارفينها مي مي ميلك ها. يبقى اذا الاي برضو نطقته كسرة. وهنا الواي بقى بيراميدز، الاهرامات. حتى نقول فريق بيراميدز بتاع كورة، بي 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 بيراميدز، وهكذا. يبقى برضو ايه، التلاتة دول بيتنطقوا كسرة. اما بالنسبة لحروف الضم، الاو والدبليو واليو، التلاتة دول بيتنطقوا او او ضم عموما. طب ازاي ده؟ احنا لو بصينا فوق هنلاقي اليو موجودة في الفتح وكمان الاو موجودة في الفتح. موجودين. تعالوا نشوف الكلمات اللي بيتنطقوا فيها او. طب احنا كده هنتلخبط. لا مش هنتلخبط ولا حاجة، ما احنا قلنا ان دي حروف متحركة، فمرة نلاقيها كذا ومرة نلاقيها كذا. طب نفرق ازاي؟ في حاجات هنقدر نفرق بينها وفي حاجات هناخدها بالسماع، يعني زي ما نسمع من المستر هنقول. شوف كده ها، open او او، نطقتها او عادية اهو، او او ضم يعني. كمان شباك ها، ويندو، وي وي واو برضو، وي ويندو
ها رقم أربعة كلنا عارفينه، ها فور، أو كانتها أو، يبقى بيتنطقوا برضو أو. طب ليه بقى احنا خدنا التلات حروف دول اللي هم فتح وكسر وضم؟ طبعا علشان لما نمسك حرف ساكن مثلا وليكن زي الام مثلا، وجاء بعد منه واحد من بتوع الفتح اقول ما، طب واحد من بتوع الكسر اقول مي، واحد من بتوع الضم اقول مو، وهكذا. تمام؟ يبقى انت بقى بي با بو وهكذا، فا في فو كده يعني، فانت بتشكل. عشان كده عرفتك دول عشان تعرف تقرا كويس. تمام؟ طيب كده عندنا حاجه اخيره اللي هي الحروف المركبه واصواتها زي الاس اتش شاء، هنشرحهم بالتفصيل بس انا بقول لك على اللي هعمله يعني. دلوقتي بقى انا هبدا في الحروف. حرف الاي اول حاجه هو اللي هاخده بالتفصيل، واعرفه امتى كسره وامتى فتحه وامتى ضمه. يلا نشوف. بدايه حرف الاي طبعا هو زي الفتحة بالظبط، يعني انا اعرف ان هو الف فتحة ا هنطق وينفع برضو الف ضمة او هو لوحده كده لوحده كده، وبرضو ما تستغربش ينفع الف كسرة اي. فاحنا عايزين نعرف بقى امتى الحالات دي بالظبط. فقال لي اول حاجة تعالى كده اوريك صورة، مثلا احنا شايفين صورة نملة. طبعا بدأت بحرف الآ في اول الكلمة فقلت آ، فلازم طبعا الطفل عندي يكون عارف ان الحرف ده آ وبعد منه نون، فهيقول ان مش هيقول انون، لا طبعا هياخد الصوت بتاعها نا وانت ماشي ان، ويبقى عارف الاخير مثلا تي فتبقى انت زي ما هوريك دلوقتي. طيب نشوف كمان هنا بقى، انا اللي يهمني في الموضوع كله ان انا بدأت بكلمة اند عربية. هنا حرف السي ده بنطقه كاف، وبرضه هقول حكايته كاملة لما ابدأ لما اوصل له يعني، لكن اللي يهمني في الموضوع هو الاي. فهنا قلت كا 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 ما قلتش كي ولا كو، كار. تمام؟ طيب نمسك بقى، يبقى اذا انا لما جيت اقرا امسك كلمة انت نملة دي، امسك الحرف الاول وهو حرف الاي اللي انا فتحته وقلت بعد منه على طول الان، باخد الصوت النا بتاعها فقلت ان، وبعدين حرف التي طبعا اخد الصوت بتاعه اللي هو ت، فعشان كده قلت انت. طب جت ازاي او انا هعرفها للطفل ازاي؟ مثلا اول حاجة امسك حرف الا ده واقول له ده زي الالف بالظبط، اهو زي الالف بالشكل ده، حرف الاي ده زي الالف، وحرف الان الان طبعا يبقى نون فهيبقى ان، واخيرا حرف التي هيبقى زي الات او حرف الت، فعشان كده انت، يبقى انا قريت الكلمة بالشكل ده. هتقول لي مثلا طب دي طريقة مش حلوة للطفل وكده، احنا عايزين ننجز، عايزين بس نشبكه في القراية، اول ما قرا خلاص بقى الامور هتبقى كويسة معاه وسلسة. تمام؟ طيب نمسك مثلا كلمة بول، كرة. طبعا كرة زي ما احنا شايفينها اسمها بادئة بحرف البي بي، بس بعد البي ايه؟ ايه، فالايه هنا نطقتها الف ضمة، ما قلتش بال، لا قلت بول. طب دي اعرفها ازاي؟ الالف فاتحه خلاص في الحالات العاديه عادي، في اول الكلمه في نص الكلمه مش هتفرق، لا هنا بقى في شروط. الالف ضمه دي لازم تكون بعد الايه حرف ال او ال ال، يعني هنا بيقول له اذا جاء بعده حرف ال يبقى ينطق الف مضمومه بقى، فعشان كده هقول ايه بقى، مثلا هقول بول، وزي وكذلك كلمة طويل طول. فالمهم ان انا هنا الاو الايه ده ما نطقتوش فتحة زي ما انا قلت ولا كا، لا نطقت او فقلت بول علشان جه بعديه ال. تمام؟ وكذلك كلمات كتيرة هنشوفها. طيب اخر حاجة بقى معايا اللي هي الاي كسرة. قال لي اذا جه حرف الايه وبعد منه حرف ساكن وبعدين ايه حرف ساكن؟ طبعا الحروف بتنقسم لقسمين، متحرك وساكن. المتحركين خمسة،
اللي هم الاي والاي الاي والاي والاي والاو واليو، معروفين طبعا والناس كلها عارفاهم. طيب ما عدا الخمسه دول اسمه ساكن. فان جه انا كده بقى بعمل لاولياء الامور علشان مثلا الاولاد مش هيفهموا دي كويس، بس انتوا معاهم بقى. فحرف الاي ده اذا جه بعد منه اي حرف وكان الاخير اي، يبقى اذا هينطق كسره مش هينطق فتحه ولا ضمه. فمثلا دي صوره الكيك، فانا مش هقول كاك ولا هقول كوك، لا هقول كي بالكسر كده كيك. وزيها بقى ميك وتيك وهكذا. قال لي اذا جاء بعده ساكن ثم حرف الايه الاي. تمام، دي كانت حكايه حرف الاي. ليه ثلاث اصوات زي ما شفنا، ا واو واي. الا هو الشائع وهو المشهور في كل الكلمات، اما الاو شرطها ان يجي بعدها ال، وان هو يتنطق كسره اي، ان هو يجي ايه بعد ساكن وبعد الساكن اي. تمام. طيب حرف البي، طبعا البي بقى بي خفيفه زي ما احنا عارفين. بنطقه ايه بقى؟ بنطقه حسب اللي بعده، حسب اللي بعده. يعني مثلا ينفع انطقه با وبو وبي. الله، هو كله كده؟ اه، بس ده حسب اللي بعده، ملوش شروط. يعني مثلا على سبيل المثال كلمه شنطه، بي اهو بعدها فتحه، فانا هقول ايه؟ هقول با، لان الا ده قلنا فتحه، مش عرفنا ان هو فتحه، فعشان كده هنقول باج با با. وبنفس طريقه الكتابه اللي احنا عايزينها، مثلا هنا البي في الثانيه بعدها ضمه، الاو، الاو ده صوت مضموم اسمه او، فانا هنا هقول بو بو. يبقى انا في كل الحالات بنطقه زي ما هو با با، بس كده. تمام، بس بفتح وبكسر وبضم حسب اللي بعده. تمام، ها كسره بقى اهو جايه الاي هي اللي كسرته، يبقى انت عندك اداه الفتح الا، واداه الضم الاو، واداه الكسر الاي، عشان كده بد بي 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 بد. تمام، طيب لما اجي اقرا دي، اول حاجه حرف البي نطقته به عاديه ب ب، ها بعديه ايه؟ فتحه، فقلت با، ها وبعدين الجي لما اوصل له بيتنطق مره جيم ومره جيم، فلازم اعرف، فعشان كده هنا ايه؟ باج ج ج. تمام، وكذلك بوك هنا بقى، ها جيت على اولنا بي اهو، بعدين طالما اتنين يبقى انطقهم صوت واحد، فهقول او بو بو، وبعدين كي بوك. تمام، طيب وكذلك سرير بي، بعدين ده زي الياء كده كسره يعني، فهنقول بي بي، واخيرا دي فهنقول بت. تمام، يبقى حرف البي ملوش حاجات غير ان هو بيتشكل حسب اللي بعده، بعديه فتح نفتح، بعديه ضم نضم، بعديه كسره نكسر. تمام، حرف السي، السي بيعمل مشكله كبيره جدا، لان هو بينفع حاجتين، بينفع مره تش يعني ثلاث حالات، وبينفع مره سين، وبينفع كاف. فالسي بينفع تش وينفع سين وينفع كاف، فعايزين نعرف بقى امتى كاف وامتى سين وامتى تش. تعالوا نشوف. اول حاجه نمسك في تش دي، قال لي اذا جه بعديه اتش، لو جه بعديه حرف الاتش يبقى في الحاله دي هنطقه تش. زي مثلا الكلمه دي كرسي، ها المفروض السي اهو، هقول سهير، لا طب انطقه كاف واقول كهير، لا قال لي اذا جه سي اتش ننطقها التش، فهنقول اتش اتش اتش. طب وافتح عشان في ايه اهو، يبقى تش، ها فتح علشان ده ايه، وبعدين الاي اي اي ار تشير تشير. يبقى اول ملحوظه في السي ان بينطق تش ان جه بعد منه اتش. طيب امتى سين بقى؟ قال لي والله بيتنطق، اه خلي بالكم كل قاعدة بيبقى لها شذوذ، كل قاعدة بيبقى لها شذوذ. كلنا عارفين مدرسة يعني ايه سكول، فهنا بقى سكو، ما قلتش اتشو مع ان السي اتش جت اهي، ها ما قلتش اتشول، لا سكول، يعني اعتبرت الاتش مش موجود خالص ونطقت السي كاف. تمام، فدي كل قاعدة يكون لها شذوذ، هم عليهم سكول بس لحد ستة ابتدائي. طيب نبدأ بقى بالسين. السين قال لي إذا جه بعديه واحد من التلاتة دول، إذا جه بعد حرف السي الإي أو الأي أو الواي أنطقه سين. زي مثلا كلمة آيس كريم أهو آيس
جاي بعد منه الاي، والاي اول واحده اهو، يبقى انطاو ايه؟ اي. وزي فيس، وجه، وسيركل، دائره، كل دي حروف ايه؟ بتديني نفس المعنى. فطبعا ايس، ايس نطقته سين عشان جاي بعد منه ايه؟ اي. تمام. طب وكاف بقى؟ قال لي كاف ما عدا ذلك، يعني اذا ما جاش بعد منه الثلاثه دول ولا جه بعد منه الاتش انطاو كاف، زي كلمه كريم اللي هي قشطه، اه جاي بعدها ار، فما قلتش سريم ولا قلت تشريم، لا قلت كه كه ايس كه 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 كره، لان ده الار مش تبع دوله ولا تبع دوله، فعشان كده ايه استخدمتها كاف في اللحظه دي. وطبعا اذا بدات بالكلام ينفع اضم واكسر براحتي زي ما قلت كار من شويه. تمام، اهي كار، ها فتحت عشان الايه، اما لو بعديه كسره هقول كي، ولو بعديه ضم هقول كو، على حسب الحرف اللي بعده. تمام. طيب الحرف الرابع هو حرف الدي، طبعا بنطقه زي الدال او الضاد، يعني انا لو عندي دنيا يبقى ولا داليا يبقى اول حرف فيها دي، طبعا عندي ضاحي مثلا، تمام، يبقى اول حرف برضو ايه؟ دي. حرف الدي برضو بيتشكل برضو حسب اللي بعده، هو بيلخبطني في البي عشان واحد عادل وشه كده وواحد عادل وشه كده. فمثلا اب يعني ايه؟ دا، جاي بعد منه فتحه فهقول داد، داد اب. وطيب كلب بقى كلنا عارفين، دوج، ليه بقى دوج؟ علشان جاي بعد منه او، والاو قلنا صوت الضم، عشان كده دو دو دوج دوج. تمام. طيب هنا بقى غزال، جاي بعد منه ايه يا جماعه؟ اي. ايه ده صوت الايه؟ الكسره، شاطرين، فعشان كده هقول دير دير. تمام. طيب لما اجي اقرا داد دي بقى، قال لي اولا حرف الدي بنطقه ده العاديه، وبعد منه وبعد منه دال تاني، فلما اجي بقى اقرا الدال دي دال، ما انا هكتب من على اليمين، ما انساش بقى علشان اعلم الطفل لو هو بطيء قوي في القرايه اخليه يكتب كل حرف تحت منه، الدي نطقتها دال، والايه طبعا هنطقها الف، والدي التانيه دال برضو، يبقى داد، اهي داد، ظبطت معايا كده داد. تمام. ها ودوج بنفس الطريقه، ها هبدا بقى بالايه؟ بالدي الاول، يبقى د د بعد كده او دو، وبعدين الجي، ها يبقى دوج دوج. تمام. ها وكذلك دير، ها هبدا بقى بايه؟ حرف الدي وحده يبقى دال، الاي اي يدوني صوت الياء فهقول دي دي، ها وبعدين الار يبقى دير 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 غزال. تمام. طيب نيجي بقى للاي، الاي برضو ليها ملحوظه، اول حاجه هي في اول الكلام بنطقها اي زي ما هي، يبقى هي هتبقى مشكلتها في اول الكلام وفي نص الكلام وفي اخره. في اول الكلام بنطقها اي، يعني زي الالف المكسوره، لو عندي بنت اسمها ايمان يبقى اول حرف اي، عماد اول حرف اي، وهكذا. تمام. طيب هنشوف مثلا كلمات عندنا زي بيضه، بيضه اسمها ايه؟ ها اج، بكسر اهو اي 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 اج اج، وده طبعا الجي جي نطقتهم جي، اج يبقى كسره، يبقى في اول الكلام الف كسره عاديه. تمام. طيب ماشي. وعندي عين كمان بقى، دي ايه؟ احنا زي ما قلنا كل قاعده ليها شذوذ، فالعين بقى ما اسمهاش اي، لا هتبقى اي، دي على بعضيها بقى، احنا قلنا كل قاعده بيبقى لها ايه؟ شذوذ، هي دي الوحيده تقريبا، لكن في كل المراحل بنطقها اي 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 في اول الكلام. تمام. طيب وفي نص الكلام، قال لي في نص الكلام هتبقى كسره خفيفه، كسره خفيفه زي ايه؟ طيب تعال نشوف كده، قلم، قلم جاف اهو اسمه ايه؟ بن بن، ها حاجه يكاد ما بتتنطقش، كاني بقول به نون بس، بن بن بن، كاني بقول البي والان ما فيش، بس ايه كسره خفيفه يعني بن. تمام. طيب 10 10 نفس الكلام 10 10 10، تمام. طيب في اخر الكلام بقى، قال لي في اخر الكلام لا تنطق، لا تنطق، تفاحه اسمها ايه؟ ابل ابل، ما قلتش ابلي، ابلي، لا ما قلتش ايه خالص، كانتها مش موجوده في اخر الكلام، لا تنطق ابل، تفاح. تمام. وكذلك برتقانه اسمها ايه؟
اورانج، هي موجوده اهي، ما قلتش اورانجي، لا لا اورانج بس. تمام. طيب نيجي بعدين لحرف الاف. الاف طبعا ليه 3 اشكال في الانجليزي. اف عندنا، وعندنا بعد كده في، وعندنا ف خفيفه اللي هي البي اتش، بس ده هنقوله في التركيبات، يعني في التركيبات في الاخر، دلوقتي ماشيين على شكل الحرف بس. الاف بقى بيتشكل حسب اللي بعده، يعني مثلا مروحه اهي، هقرا بنفس الطريقه اللي انا مال اعرف بيها، ها بعد الاف اف هبدا بيها ف ف، اخد صوتها، مش هقول اف ف، لا لا ف ف ف، ها يبقى كل حاجه انها تاخد صوتها مش اسمها، صوتها. بعد الاف اي فهفتح ف، ها نون، فان فان، يعني مروحه. طيب هنا قدم واحده اسمها ايه؟ فو، بعدها صوت الاو يبقى فو فو، وبعدين تي فوت فوت فوت، قدم. طب ولو اقدام كتيره بقى، لو اقدام كتيره بقى هقول ايه؟ ها في كسره، ما الاي كسره اهي، في في، يبقى خدت الفا والفو والفي، فيت فيت يعني قدم. تمام. في نص الكلام بقى هي بتعمل ضمه للحرف اللي قبلها، يعني كنبه مثلا هقول سو، عشان هو تاني واحد اهو، سو فا سو فا، يعني كنبه سو فا، وهكذا. تمام. طيب حرف الجيم، قال لي هنا رسم لي جي واحده اللي هي جي العاديه، والجيم وثلاث نقط دي اسمها جي بالتعطيش كده شويه، بيقولها جي المعطشه. تمام. هي دي ملهاش قاعده عامه في الانجليزي. تمام. انا في اغلب الاحيان بنطقها جي جي اللي هي المعروفه دي، ها جي. تمام. ودي ليها حالات خاصه هنقولها دلوقتي. تعالوا نمسك اولا مثلا حديقه اسمها ايه؟ جاردن، ها بعد الجي فتحه، جا جا جار جار، لما اجي اكتبها بالعربي الجي هنطقها جي، بعد كده في الف فتحه جا ار، جر د د جر وكسره خفيفه زي ما قلنا، جاردي جاردن جاردن جاردن، حديقه. تمام. طيب بنت بقى، ها جيرل، ما قلتش برضو جاردن ولا قلت جيرل، جي 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 كسره اهو، الاي ده زي الكسره برضو، جيرل جيرل. تمام. طيب هنا بقى بعدها ضمه، فقلت جو 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 جول جول، طبعا جيرل يعني بنت وجول يعني مرمى، ها جول او هدف يعني. طيب ماشي تمام. الجي بقى دي امتى دي بقى؟ قال لي والله اذا 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 جه بعدها ايه، زي كلمه برتقانه، ما قلتش اورانج، لا اورانج اورانج، ما بقولش اورانج، لا اذا جه بعدها ايه، وهي مش قاعده عامه كمان، كمان مش قاعده ايه عامه. مثلا كلمه صفحه اهي، قلت ايه بيج، ما قلتش بي بيج قصدي، ها بيج، ما قلتش بيج، ها بيج بيج خمسة، الاستاذ في المدرسه يلا ها افتحوا بيج 1 بيج 3 بيج 5، يبقى هنا برضو ايه بعدها ايه. تمام. طيب حرف الاتش بقى، الاتش طبعا بنطقه ه، يعني انا عايزك تنسى ان هو اسمه اتش خالص، عايزك تعرف ان هو ه ها ها، ويتشكل حسب اللي بعده، بعديه فتحة أقول ها هات هات، طاقية ها هات، ها تمام. طيب شمس، سوري سخن، الجو حر بقى، ها هو هو، بعدها أوف هضم، هو هوت هوت هوت، ها فرخة بعدها إيه كسرة، فهقول إيه؟ عايزكم أنتوا تقولوا يلا، ها هي شاطرين، وبعدين لأن هلزقها يبقى هين هن هين بالطريقه دي. تمام. طيب حرف الاي طبعا اسمه اي، وبرده ليه مراحل كتيره في النطق، ففي اول الكلام مثلا هو هنا جاب في النص، في اول الكلام هبداه كانه عاديه، اي 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 زي الاي كده، ها انك انك حبر، انك حبر. تمام. وكمان حشره انسكت، اي اي انك انسكت انسكت حشره، يبقى في اول الكلام كانه اي عاديه. تمام. في نص الكلام بقى ليه مرحلتين، يبقى في اول الكلام انت بتنطقه عادي زي الاي، ها انك انسكت، مع انك لو افتكرت من شويه الايس كريم ما قلناش ايس كريم، لا قلنا ايس كريم ايس كريم،
طب ليه ده؟ ما احنا قلنا ان كل قاعده ليها شواذ، وده من الحروف المتحركه، وبما انه من الحروف المتحركه يبقى متعب شويه. ايه متعب؟ بيتغير مكانه وبيتغير حسب مكانه، تمام؟ طيب في نص الكلام بقى هيبقى ليه شكلين. لو نفس الحركه بتاعت حرف الساكن والاي في الاخر بيتنطق اي زي ما هو، فمثلا خمسه فايف فايف، ها؟ طياره ورق كايت كايت، يحب لايك لايك، بنفس الطريقه. لكن لو مش موجوده الاي بقى زي دبوس مثلا، فمش هقول باين هنا بقى، لا هقول بن بن، ها؟ بن لبن، ميلك مش مايلك، لا ميلك ميلك. يبقى اهم حاجه لو موجوده الاي في اخر الجمله نفس القاعده بتاعت الاي المكسوره هننطقها اي زي ما هي، مش موجوده بقى يبقى ايه؟ يبقى ننطقها كسره قويه شويه عن الاي، اقوى من الاي شويه، تمام؟ طيب الحرف اللي بعد كده حرف الجا. طبعا هنا بقى الجا دي متعطشه على طول، ما بتجيش ابدا جي او جا، لا متعطشه، فعشان كده مربع مش هقول جام، ها؟ لا جام. طبعا جا حرف الجا بعد منه فتحه اي، جا، ها؟ الزق لمين بقى؟ جام جام. طب لو ها تاني جاكيت اهو معروف اسمه جاكيت، اه جا جا. السي كي على بعضها بنطقها كاف، لما اوصل للكي هقولها، تمام؟ جاك جاك، هما الاثنين كاف على بعضيهم، جاكيت جاكيت جاكيت. طياره نفاثه بقى اسمها ايه؟ جيت جي جي جيت جيت. الحرف اللي بعد كده حرف الكي، طبعا اسمه كاف كاني بنطقه كاف بالظبط، تمام؟ هفتح بقى كان كانجارو كان، ها؟ كا اللي هي من هنا الكي فتحته علشان جاي بعديه فتح، ها؟ واكسره لو بعديه كسر ولو بعديه ضم، كانجارو كانجارو، تمام؟ ها مثلا كسر بقى مفتاح كي كي كي، يعني مفتاح هي على بعضها كي كي كي، ها؟ طالما اي والواي ده لما وصل له صوت كسر برضه، فعشان كده كلها على بعضها كي يعني مفتاح، تمام؟ ها ملك بقى، ها قولوها لي بقى واختبروا نفسكم كده، يا ترى هتبقى كينج ولا كاينج؟ ها مفيش ايه في اخر الجمله، يبقى كسره كسره، ها كينج كينج، تمام؟ وادي السي كي اللي احنا قلنا عليها، هم على بعضهم بنطقهم ايه؟ كاف، مثلا زي كلمه بطه، ها كاف واحده، مش هقول دقك دقك، لا دق دق، بطه يعني دق، تمام؟ اه هنا يعتبر السي لا تنطق عشان كده يعني، ها اه. الحاله اللي بعد كده ان اذا جه بعدها الان لا تنطق، اذا جه بعدها يبقى الكي، اذا جه بعدها الان لا تنطق خالص، فعشان كده هقول ني ركبه ني ني، ما اعتبرتش الكي موجوده، يبقى الكي لا تنطق لو جاء بعدها ان، تمام؟ طيب الحرف اللي بعد كده حرف ال، ال طبعا لام، ما لام عاديه بيتفتح ويتكسر ويتضم حسب اللي بعده، فمثلا بعديه فتحه كلمه لمبه اهي، لا لا لا، ها لم ها لمب لمب، تمام؟ ها طب نكسر بقى ورقه شجر، لي ليف ليف، تمام؟ طيب ماشي، نيجي بقى الاسد، ها هنا بقى ايه؟ دي بقى لاين لاي لاي، نطقت الاي زي ما هو عشان المتحرك ده، تمام؟ مع ان الاي مش موجوده هنا، تمام؟ بس زي ما قلنا ان كل قاعده ليها شذوذ، وخصوصا المتحركين دول هم اللي بيعملوا مشاكل، لاين الاسد. طيب حرف الام، الام طبعا ميم عاديه، ميم بتخليها انت ما ميمو على حسب اللي بعدها، فمثلا سجاده او سجاده صغيره، ها فتحه عشان ده ايه؟ ما مات 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 يعني سجادة، ها؟ طيب هنا ضم بقى القمر، ها؟ مو مون 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 يعني قمر، تمام؟ ها كسر بقى لحمة، لحمة ايه؟ مي ميت 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 يعني لحمة، تمام؟ طيب الان بنفس الطريقة، حرف الان بيتنطق نون، فنون فتحة نا، ها ناب 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 يعني غفوة أو نوم يعني ينام شوية، ناب، ها؟ طيب والشبكة ني كسرة ني، نت نت نت، الكسرة الخفيفة اللي قلنا عليها نت، تمام؟ طيب والأو أضم الإن بقى نو نو
نوز. وملحوظة هنا بقى الاس اذا جت بين اتنين متحركين الاو متحرك والاي متحرك انطقها ز نوز مش نوس. ها نوز تمام. طيب حرف الاو في اول الكلام بقى هيبقى ايه؟ او زي ما هو اوكس. ها وافتح اوبن وهكذا في اول الكلام او اخطبوط اوك اوك اوكتوبس اوكتوبس. طبعا هنا السين تقطيعها كاف عشان جاي بعدها التي، لا الاتش ولا الاي ولا الاي ولا الواي تمام. اوك اوك. المهم ان هنا عندي الاو نطقتها او في اول الكلام او او اوكت، وبعدين لما جت في نص الكلام ضميت اوكتو تو 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 زي ما احنا بنشوفها من بدري تمام. وكذلك برتقال اللي قلناها من شويه اوران او او اوران في اول الكلام او زي ما هي تمام. طيب حرف البي طبعا ده هنا بقى مش البي الخفيف، هتبقى بي البي التقيله شويه برضو بتشكل حسب اللي بعده. فمثلا بعديه فتحه طاسه اه با بان 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 تمام. طيب هنا قلم بقى بين بين كسره اه بين بين تمام. طيب هنا بقى فتحه برضو مع الباندا بان بان والزق كده بي اي ان بي الف نون بان دا بان وخليه يلزق ها يلزق الحروف بعضها وبعدين هيكون بقى ايه ار. حرف الكيو اعتبره كاف يعني ما يغلبكش خالص. طب انطقه كا زيه زي السي زيه زي الكي كلهم بنفس الطريقه تمام. فمثلا عندي هنا بعدها ضم كوي كوين كوين ملكه ك ك ك كوين ما قلتش كيوين لا 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 لا. حرف اليو من المتحرك فليه برضو ألف شكل ها كوين ها. هنا هادئ بقى كوايت الاي جايه والاي كوايت كوايت هادئ ماشي. طيب هنا بقى الار طبعا رابت في اول الكلام تتفتح وتتكسر عادي را 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 رابت رابت ارنب. وهنا بقى ايه راي علشان الايجاد في اخر الكلمه رايس رايس. ايه ده انت نطقت الاس سي هنا؟ ايوه عشان جاء بعدها ايه زي ما احنا متفقين رايس رايس يعني ارز رايس. بعدين هنا بقى عندنا الاس الاس برضو حسب اللي بعده. اليو هنا فتح فقلت الص ص صن صن. طبعا الشراب بقى سو علشان الاو والسيكي كاف برضو سك سوكس سوك سوكس تمام. طيب التي برضو بتشكل حسب اللي بعده تيرتل تيرتل تي تيرتل. ها هنا بقى الاي الاي جت اهي تايجر 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 ها وهكذا. اليو بنطقها اه في اول الكلام اه اه امبريلا امبريلا ام ام ا ام واب اب اب يعني الى اعلى. وطبعا وسط الكلام بقى ملهاش قاعده معينه لان ده متحرك تمام. طيب الفي طبعا هنا بقى مش اف بقى في تمام بنطقها فا فا فان فان. طبيب بيطري فيت فيت ها في في فيت ماشي فتحه وكسره برضو. الدبليو ما فيش حاجه اسمها دبليو انا بنطقها وا يبقى انا عايزك تعرفها لان هي وا على طول تمام. فمثلا كلمه ميه اهي ما قلتش دبليو تر اه لا و ووتر 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 ماشي. ساعه نفس الكلام ووتش ووتش تمام. طيب الاكس بقى عندنا كلمه في سنه سته بدأ بحرف الاكس وكمان ما بتتنطقش اكس زي ما هي تمام. اسمها زي زي لما بتيجي في اول الكلام بنطقها زي زي الزلافون. بس انا عايز اعرفها هي اكس في نص الكلمه او في اخرها. فمثلا ثعلب ها فو فو الاف واو عاديه فو وفي اكس فوكس فوكس. طيب والكرتونه او الصندوق بو بو بوكس 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 تمام. حرف الواي بقى بنطقها في اول الكلام يه 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 وفي اخر الكلام ليه قاعدتين تمام. بس احنا مش هنتشعب قوي خلينا بس ان هو يه في اول الكلام يو وفي وسط الكلام كسر عاديه يعني في اول الكلام يو يه 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 يو 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 ياجر ياجر ها في وسط الكلام كسره وفي اخر الكلام يا اما اي يا اما واي. دي هناخدها في التركيبات بعد كده يعني تمام. ها اخر حروف معانا الزت بقى تمام. طبعا حسب اللي بعدها مثلا سوستا الصفر بقى زي زي
زيرو، تمام؟ ها حديقة الحيوان بالضم زو، ودي زيبر وزيبرا السوستة والحمار الوحشي، تمام؟ ما تنسوش اللايك، هنسيب لكم امتحان أسفل الفيديو الإلكتروني هيدرب الأولاد على الفتح والكسر والضم وتوصيل شوية كلمات وكده، وانتظروا فيديوهات كتيرة من التأسيس. بعد كده هنخش على حاجات كتيرة في التأسيس إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.